طبعا كثير من الصحفيين تعرض للمضايقات، واحد منهم كنت بسبب العمل الصحفي. حينما كنت في البحرين من 2011 إلى 2014، ضمن إطار الفعاليات التي ينظمها مركز البحرين الثقافي والاجتماعي في برلين بمناسبة الذكرى السادسة لانطلاق ثورة 14 من فبراير، عقد المركز ندوة في مقر منظمة مراسلون بلا حدود لتسليط الضوء على واقع الصحافة والإعلام في البحرين في ظل حكم عائلة آل خليفة. اليوم في الذكرى السادسة لانطلاق ثورة الشعب البحريني، عقدت الجالية البحرانية في ألمانيا بالتعاون مع مركز البحرين ومنظمة مراسلون بلا حدود ندوة حول التعتيم الإعلامي واستهداف الصحفيين والمدونين والمصورين في البحرين في ظل تخاذل وصمت العالم العربي والعالم الدولي والإعلام الغربي. الإعلاميون البحرانيون نجحوا برغم البطش الخليفي في كسر الحصار الإعلامي والصمت الدولي المفروض على الثورة. يمكن القول من 2011 إلى هذا اليوم 2017 كان للصحفيين والمدونين والنشطاء الإلكترونيين الدور الأكبر في تظهير الثورة وتوضيح أهدافها والرد على الاستهدافات المتكررة والمستمرة التي وجهت بها الثورة. مشاركون في الندوة أشاروا إلى استمرار النظام الحاكم في البحرين في إيقاع الانتهاكات ضد الصحفيين والمدونين والنشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي. Bisher niemals Probleme hatte, ihre Akkreditierung zu verlängern, plötzlich dann keine neue Akkreditierung bekam, zeitweise an der Ausreise gehindert wurde und ihre Arbeit nicht fortsetzen konnte. Dann kennen Sie sicher auch alle den Fall von Nabil Rajab natürlich, der unter anderem wegen seiner Tweets, aber auch wegen Medieninterviews und Gastartikeln für ausländische Medien im Gefängnis ist und zwei Prozesse am Laufen hat und dem in dem einen Fall wegen der Tweets. شارك في الندوة أحد الصحفيين الأجانب الذي تعرض بنفسه إلى القمع في البحرين. البحرين ليست حرة وفقا لتقارير المنظمات الدولية إذ لا مكان فيها لكل من يعبر عن رأيه أو ينقل الحقيقة سوى السجن في وقت أشاح فيه العالم بوجهه عن الثورة البحرانية المتواصلة. نتحدث عن علي معراج أحد المؤسسين المعتقلين الذين سجنوا بسبب هذا تأسيس هذا الموقع، وبسبب اعتقاله في يناير 2014 خرجت من البلاد وواصلت العمل الصحفي في الخارج من 2014.